قانون مهم، واحنا ان شاء الله حاليا انتهينا من تعديل قانون هيئه الحاج الشعبي ان شاء الله يرضى عن البرلمان، وايضا الاخوان انتهوا من مسوده قانون الخدمه والتقاعد لافراد الحاج الشعبي، حتى نجعل المؤسسه بضوابط كامله وبتراتبيه، وايضا بالنسبه للحقوق والواجبات تكون واضحه، وبالنسبه للقيادات والترقيات والرتب هذا ان شاء الله. وايضا احنا شرعنا في قبول كثير من ابنائنا في الكليات العسكريه، وهذا طبعا شيء مهم الى ان نصل ان شاء الله الى اكاديميه الحشد، بحيث نحن نؤسس كليه تخص هيئه الحشد الشعبي شان وزاره الدفاع ووزاره الداخليه، وهذا طبعا يعززه ويدعمه عندما يكون يظهر الحشد مظهر الانضباط.